طبعا خلينا نقول ليلى الختام، البداية الختام، يمكن كل شيء بتفاصيل حياتنا اليوم ومرتبط بعد 36 يوم من طوفان الأقصى، مرتبط وبشكل كتير كبير بكل تفصيل يجري في أرضنا الحبيبة بغزة وبفلسطين. اليوم دور اتحاد الكتاب العرب، دور كل شخص فاعل بالمجتمع هو دور كتير كبير، بيقدر يقدم لو وقفة تضامنية، لو موقف يسجل اليوم تجاه كل ما يحدث من انتهاكات بحق الإنسانية وبحق الأطفال وبحق الشعب الفلسطيني بشكل عام. دور اتحاد الكتاب العرب اليوم تجاه ما يجري في فلسطين، ومثل ما بدينا وقلنا ببداية برنامجنا يا ليلى أنه رزنامة التاريخ عم تسجل وتأرشف كل حدث مهم، أكيد القضية الفلسطينية سيؤرخها ويأرشفها الشعر والنثر والدور السينما، أكيد رح تكون هي أرشيف كامل يجسد تضحيات وبطولات الشعب الفلسطيني، وبالمقابل أكيد رح يجسد دي كان في انتهاكات من قبل العدوان الإسرائيلي وجرائم محشية بحق الإنسانية. أكيد صمود الشعب الفلسطيني لازم يتوثق بكل تفاصيله بعد مضي 36 يوم على الاعتداءات المتكررة وانعدام شبه تام للمقومات الحياة من قطع كهرباء والماء، والفلسطيني متمسك بحقه بالحياة على أرضه، ونحن مستمرين بإيصال الصوت وإيصال الرسالة بكل فئات المجتمع. معنا اليوم الأستاذ جهاد بكفلوني، عضو مكتب تنفيذي باتحاد الكتاب العرب بدمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أسعد الله صباحك يا أنستي الكريمة، وحياك الله وحيا الأخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك أستاذ. اليوم مثل ما حكينا 36 يوم على مجازر وحشية قام فيها الاحتلال الإسرائيلي، وبالمقابل صمود وتحدي كتير كبير من أهلنا بفلسطين. خلينا نذكر دور اتحاد الكتاب العرب تجاه كل ما يجري بأرضنا بفلسطين. هذه الصحوة المباركة التي أطلت شمسها الغراء فجر السابع من تشرين الأول هذا العام دفعت كل كاتب مؤمن بانتسابه إلى عروبته في سوريا وفي أرجاء الوطن العربي إلى أن يمتشق قلمه ليرسم لوحة مشرقة عن هذه الملحمة العظيمة التي تسطرها المقاومة الفلسطينية البطلة في غزة الجريحة. اتحاد الكتاب العرب لم يترك وسيلة من وسائل التعبير عن تضامنه المطلق مع كل ما يفعله أهل غزة الشجعان إلا عبر عنها بأحسن ما يكون التعبير، بدءا من نشر المقالات التي تعري الجرائم الإسرائيلية النكراء. نحن نعلم أن إسرائيل لا تريد أن تقضي لا على حماس ولا على المقاومة الفلسطينية فحسب، بل تريد أن تبيد الشعب العربي الفلسطينية عن بكرة أبيه، وإلا كيف نفهم هذا العدوان الهمجي على المدارس، على دور العبادة؟ لم تسلم كنيسة، لم يسلم مسجد، مدرسة، مشفى. آلة التدمير الصهيونية شملت وأحرقت كل شيء، فكيف لا نفضح هذه الجرائم النكراء؟ الوقفات التضامنية التي تمت في المركز في اتحاد الكتاب العرب في المزة في دمشق وانسحبت على المحافظات السورية كلها، هذه الوقفات هي نبضات قلوب تخفق بحب فلسطين تدعو الله عز وجل أن يثبت أبطال المقاومة، لتذوق إسرائيل طعم الهوان، لتشرب من الكأس التي جرعتنا بها وما زالت تجرعنا منذ 75 عاما. تلك اللحظات المضيئة الومضات التي سطعت في السماء العربية كانت محدودة لكنها تركت أثرا عميقا. ولا ننسى أن هذه الشمعة التي أضيئت في ليل الصمت العربي أتت بعد احتفالنا بالذكرى 50 لحرب تشرين التحريرية، بين 6 من تشرين والسابع من تشرين الأول يوم واحد، فكانت هدية مباركة قدمها أبطال الانتفاضة الفلسطينية وبدأوا عملية طوفان الأقصى
الذي لم يكن طوفانا فحسب بل كان بحارا مسجورة سيذوق المعتدي الصهيوني حر لهيبها، لكي يعرف أن وراء هذه الانتفاضة وراء هذه الثورة المباركة شعبا حيا لن يسلم بوجود الصهاينة الجاثمين على صدورنا. فنحن عندما نتحدث عن نشاط اتحاد الكتاب العرب يمكن أن نشير إلى محاضرة مهمة استضافها الاتحاد قبل نحو أسبوعين، شارك فيها 3 سفراء في سوريا، هم السفير التونسي وسفير دولة جنوب أفريقيا والسفير الجزائري، وقدموا محاضرات تحدثت عن حجم الهمجية الصهيونية التي لم يشهد لها العالم مثيلا. كانوا يئنون من جرائم هتلر، ويبدو أن هتلر لو كان حيا سيكون مضطرا لأن يلتحق بمدرسة هذا المجرم الأكبر بنيامين نتنياهو. أعربوا عن تضامن شعوبهم، عن وقفتهم مع أهلنا دعم الاحتلال في غزة. نعم، فضحوا كل جريمة يرتكبها. نعم. استغربوا هذا الصمت الغربي عندما بدأت الحرب بين روسيا، عندما بدأت العملية العسكرية التي قام بها الجانب الروسي وهو يريد أن يسترد أرضا له، قامت الدنيا ولم تقعد، وأخذوا يذرفون الدموع على أوكرانيا. لكنهم عندما شاهدوا ما يفعله المجرم الصهيوني، دلف للأسف الرئيس الأمريكي بايدن ليبارك هذه الخطوة، وشد الرئيس الفرنسي من أذنيه وقال له اتبعني إلى بين قوسين إسرائيل، وهي ليست دولة وإنما هو كيان مصطنع. هذه المحاضرات أكد كل من حضر فيها وأكد الجمهور الذي حضرها أن انتفاضتنا في فلسطين، أن طوفان الأقصى مستمر إلى أن يحصحص الحق ويظهر على الباطل، وإن الباطل كان زهوقا منذ أن خرق الله الحق والباطل. كذلك شارك رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني في الاجتماع الطارئ الذي عقده الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في القاهرة، وأريد أن أنوه في هذا المجال إلى الجهود الطيبة التي قام بها الدكتور محمد الحوراني. ويوم السبت القادم وهو 18 من تشرين الأول سيكون هناك وقفات تضامنية مع طوفان الأقصى، مع أهلنا في غزة الجريحة المكلومة المنكوبة، إعرابا من اتحادات الكتاب العربي اتحادات العربية كلها عن تضامنهم مع أهلنا في غزة. وبالمناسبة عندما سيكون يوم الطفولة سيشارك اتحاد الكتاب العرب بتذكير العالم كله أن الطفل الفلسطيني يقتل بدم إسرائيلي بارد، وأن معظم الضحايا الذين ارتقوا شهداء إلى العالمين إن شاء الله رب العالمين هم من النساء والأطفال. وإسرائيل التي تدعي أنها تقضي على عدد كبير من المقاومين الفلسطينيين هي كاذبة بامتياز، بينما أبطال المقاومة كلما قاموا بعملية قدموا برهانا حيا أنهم بالفعل نفذوا هذه العملية. والآن علينا أن نتذكر أن ناطقهم الرسمي أبو عبيدة أصبح نجما على مستوى العالم كله، والصهاينة الآن أنفسهم واليهود أنفسهم يتابعونه لأنهم يعرفون أنه لا يقول إلا الحق، أما إعلامهم فكاذب وتعتيم كذاب أشر. نعم يعني أستاذ، القمة العربية الإسلامية كانت قمة طارئة لمساندة أهلنا بفلسطين ووقف العدوان، خلينا نحكي بشكل مختصر عن هي القمة. أن تتداعى 57 دولة إسلامية من بينها طبعا دول عربية إلى عقد هذه القمة فهذا حدث مهم، لكننا دائما كشارع عربي سوري نعول كثيرا على هذه القمة، وفي الحقيقة سوريا لم تكن تنتظر انعقاد مثل هذه القمة لتعبر عن موقفها، لأن موقف سوريا من القضية الفلسطينية عريق عراقة التاريخ. نحن على الدوام كنا مع أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن الذين كنا نقود قافلة الكفاح والنضال، ولم ندخر مناسبة ولم ندخر فرصة إلا وقدمنا فيها أعز ما نملك من شهداء وتضحيات لا نفاخر بها، لأن الإنسان عندما يقوم بواجبه لا يحق له أن يفخر بأداء هذا الواجب.
ما خرج عن القمة من قرارات نتمنى أن تجد مجالا للتطبيق. على سبيل المثال وقف التطبيع، وأنا أعود مرة أخرى مذكرا بنشاط اتحاد الكتاب العرب، عندما كان الدكتور محمد الحوراني في القاهرة دعونا إلى وقف عملية التطبيع. لماذا هذا التهافت على إسرائيل؟ ماذا فعلت لنا؟ هي تقتل أبناءنا، تعتدي علينا، تدمر بنيتنا التحتية. هذا العدوان المستمر على جنوب لبنان وعلى لبنان الشقيق وعلى سوريا، تقصف مطاراتنا، تحاول أن، ونحن مشغولون بمكافحة الإرهاب، لما ننتهي بعد من مواجهة الإرهاب على مستوى العالم؟ رغم ذلك نجد دولا للأسف تفاخر أنها ترتمي في الحضن الإسرائيلي. وماذا فعل هذا الكيان الغاصب لنا؟ ماذا يريد لنا إلى يومنا هذا؟ هل قال الإسرائيليون إننا نريد أن نبدل الشعار الموجود على الكنيسة، حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل؟ هل قال الصهاينة إننا نريد أن نقيم سلاما مع العرب؟ يريدون أن يتنازلوا، يريدون أن يهرولوا، ودائما الأدباء والشعراء كانوا يعيبون على العرب هذا التهافت، هذا التراكض الأعمى. لماذا أنتم ترتمون في الحضن الإسرائيلي وإسرائيل تحمل السكين؟ ونحن نعود إلى الزمن السحيق. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدية. أخي إن في القدس أختا لنا أعد لها الذابحون المدى. هذا الكلام كان في بدايات قيام الكيان الصهيوني. الآن بعد 75 سنة من قيامه، ماذا نقول عن حجم الجرائم التي دشنها بدير ياسين ومستمرة إلى يومنا هذا؟ نعم، دائما التأكيد على الانتماء والهوية هو جزء لا يتجزأ من حياة الشعب السوري وموجود بمناهجه من بدايات الدخول للمدارس، من الحلقة الأولى، ومنتذكر قديش كان في تأكيد وما زال على الهوية والانتماء للأرض وللقضية الفلسطينية. اليوم ما زال هذا الشيء مستمر لحد الآن، واتحاد الكتاب العرب بجلسة حوارية رح تتم تأكيد على الانتماء والهوية. خلينا نحكي عن أهمية هذا الموضوع، وقد مهم كمان نبلش مع الأطفال من العمر الصغير مع الاستمرار للشباب والفئات العمرية المختلفة. الواحد منا عندما يعطى ورقة ليكتب جنسيته لا شعوريا يكتب عربي سوري، ولا يكتفي بعبارة سوري، وهذا يعني أن العروبة موجودة في تكويننا، نحن نتناولها مع الخبز الذي نأكله، نشربها مع الماء الذي نشربه. فعندما يذهب الطفل إلى المدرسة ويؤدي تحية العلم، هو ينظر إليه على أنه مصدر الاعتزاز، مصدر الانتساب إلى هذه الأرض، بلاد بها عق الشباب تمائم، وأول أرض مس جدي ترابها. نحن عندما نتحدث عن الانتماء لا نتحدث عن هوية نضعها في محفظتنا، نتحدث عن قلب يخفق بحب الوطن، عن استعداد للتضحية، عن نذر أنفسنا فداء لعيني هذا الوطن الذي أعطانا الكثير. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. على هذه المبادئ نشأنا، وهذه المبادئ تسري في عروق أطفالنا الصغار. نحن لا نعلم الطفل كيف يحب الوطن، نحن نعلمه كيف يكون الوطن صلاة طاهرة تخرج من القلب قبل أن تخرج من اللسان. نحن نعلمه أن أرضك هي إرثك، هي تاريخك، هي أغلى ما تملك من كنوز الدنيا. كل ذرة تراب من هذه الأرض تعادل كنوز الدنيا مجتمعة، فلماذا لا نتعلق بها؟ لماذا لا نكون مستعدين دائما للذود عنها بأعز ما نملكه؟ هكذا نعلم أطفالنا، وهكذا نريد لهم أن يشبوا كما علمنا آباؤنا وأجدادنا من قبل. تمام أستاذ، قديش مهم توثيق عظمة هذا الشعب الفلسطيني، جبروته خلينا نقول، يعني رغم كل اللي عم يتعرض له بعد مضي 36 يوم وهو صامت، حتى من الأطفال حتى الكبار، يعني مقومات الحياة شبه معدومة، لا كهرباء لا مي، والقصف المستمر، والعيال عم بتروح بأكملها، اللي عم بيشوف أبوه قدام عيونه وأمه أو أحيانا عيلته بأكملها، حتى الأطفال عندهم هذا الصمود، عم يعلموا العالم كله الصمود. قديش مهم نوثق هذا الشيء. أين الفرار من الذي جعل الردى عمرا تضم بضمه الأعمار؟ كنا نظن أن هذا شعر نحفظه، لكننا عندما رأينا المقاتلة الغزاوية الفلسطينية يخرج وهو يرتدي
ثيابا عادية يحمل المدفع ويسدده إلى الدبابة لا يخاف شيئا. أين الفرار من الذي جعل الردى عمرا تضم بضمه الأعمار ويداه ممسكتان زر حياته وهنيهة ويزلزل الإعصار والله ينذر في الحساب وعندهم يقع الحساب وبعده الإنذار. هؤلاء الذين يكتبون الملحمة يجب أن نتابع كل يوم ما يكتبونه لأنهم يدونون تاريخا جديدا من الكبرياء والشعور بالانتساب إلى أمة أشرقت شمس حضارتها يوما ما على العالم وغمرته إنسانية وحضارة وتقدما. بينما نرى الهمجية الأمريكية ماذا تفعل، يرسلون إلى الكيان الغاصب أسلحة بلا حساب، كل ما هو مطلوب منه أن يدمر وأن يقتل، ويفاخرون بعد ذلك بأنهم رعاة للديمقراطية حريصون عليها. نعم. كلمة أستاذ تحب توجهها اليوم لكل المثقفين سواء العرب أو حتى السوريين تجاه ما يحصل بغزة تحديدا، شو تحب توجه لهم كلمة سواء لأعلنوا الصمت والرمادية أو حتى المثقفين السوريين اللي كان لهم دور بارز وكتبوا ووثقوا بأسلوب أدبي كل الجرائم الوحشية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي أو حتى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني؟ يا أمة العربي استفيقي ثوري، لا تركني لمصيرك المقهور، قوم اشهدي التاريخ يجلو صاحيا يوم القيامة يوم نفخ الصور، لا ليس حلما ما نراه حقيقة ملموسة شمس بتول النور. إني فلسطين الجريحة زلزلت أقدامهم أبدا بنفح سعيري. أنا أدعو أولئك الذين أخذوا يراقبون ما يجري أن يتعمدوا بالنار، لأن النار تطهر كل شيء. إنها فرصة لنعيد كتابة التاريخ بعد أن ظل التاريخ يملأ كتابه بما يشاء من صفحات كنا نراها مصبوغة بالسواد. الآن عندما تظهر تلك النقاط المضيئة، عندما نتصدى للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، عندما ينهد أبطالنا ليسطروا ملاحم تشرين، عندما نستطيع مواجهة العدوان الهمجي الصهيوني على لبنان عام 2006، عندما يبدأ الأبطال عملية سيف القدس ويثنون بعملية طوفان الأقصى، كل ذلك يشكل مدادا صنعه التاريخ في معمله. فيا أولئك الذين تناسيتم أن التاريخ يمر قطاره مسرعا، عليكم أن تنتهزوا الفرصة، املأوا أقلامكم بدماء هؤلاء الأبطال، لأنكم عندما تكتبون سطرا واحدا فكونوا على يقين أن التاريخ لن يمحو هذا السطر، وأنه سيكون على الأيام روضة يفوح عبير المجد والكبرياء منها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أكيد بدنا نتشكر جهودكم يعني باتحاد كتاب العرب وكل فئات المجتمع، وقديش مهم دور كمان الجيل الجديد وجيل الشباب بمواكبة القضية الفلسطينية بلا شك. يعني اليوم صحيح. بارك الله فيك سيدي. شكرا كثير لك أستاذ جهاد بكفلوني عضو مكتب تنفيذي باتحاد الكتاب العرب بدمشق. شكرا لك. كل الشكر لك أستاذ ولجميع العاملين باتحاد الكتاب العرب. شكرا لك.